سولف لنا عن البصرة، عن طيبة البصرة، عن أهل البصرة، عن الفن بالبصرة. أنا يعني سولف عن البصرة، أنا أصغر من يقيم البصرة. الله، لا هي مو تقييم بقدر ما هي باعتبارك يعني سفير عن البصرة وناقل أجمل صورة عن البصرة. خليجي 25 كفيل بتقديم أهل البصرة، مو أنا أشهد، لا الخلايجة جزء من رد الدين لما قاموا بأن طبعًا دائماً طبعًا نذكرهم طبعًا يعني طبعًا بمحافلنا بأمسياتنا بجلساتنا. بصرة فتشي يعني قلت لك أنا مرة حاتشيها يعني جماعة يقولوا لي أنت من الموصل من الشرقاط، نعم واعتز ماكو إشكال، بس إذا كانت الموصل أمي فالبصرة خالتي. الله صح، حقيقة هاي، أو اقلبها اعكسها، الموصل إذا خالتي البصرة أمي. أنا سنوياً إذا ما أروح للبصرة ما أختنق، أختنق إذا ما أشوف شط العرب أختنق، إذا ما أقعد يم سياب أختنق. ما بصرة فتشي ما رايح أحمد؟ شلون ما رايح؟ روح وشوف الكرم وشوف الطيبة. يعني تخيل تسأل على شخص تقول له يا بيت فلان وين؟ يصعد وياك يدليك، يسعد وياك بالسياره يوديك عليه، الرجعه صعبه عليه، يرجع مشي مو مشكله، بس المهم دلاك. فهي طيبه اهل البصره والنعم من البصره ومن كل محافظاتنا العراقيه. لكن قلت لك جزء من رد الدين لما قدموا خلال خليج 25 اكيد كانوا رفعت راس وبياض وجه والله لكل العراقيين، ونقلوا صوره مشرفه عن الكرم العراقي بالتأكيد، وبالتالي انحسب لكل المحافظات العراقية. تحياتنا لهم، تحياتنا للبصرة ولكل أهالي البصرة، تحياتنا لهم أكيد.